مجلس النواب متهيئ بشكل كامل، وأنا من خلال اطلاعاتي إلى الكثير من الاستجوابات لديها من الأدلة اللي قد تقنع مجلس النواب، وبالتالي مثلاً مجلس مثلاً وزراء مثلاً وزير آخر أو وزيرين. مثلاً أي استجواب؟ يعني مثلاً أنا أتكلم لك عن استجواب اليوم صدر قرار قضائي يدعم الاستجواب اللي أنا مضيت به، واللي هو واضح به بأن هناك مؤشرات فساد إداري ومالي في هذا الاستجواب. يعني أجد بأن هذا يزيد من قوة قناعة أعضاء مجلس النواب باتجاه إقالة الوزير. هناك استجواب من أي وزير لا تحمليني مسؤولية، أي وزير وزير التجارة وكالة، وبالتالي إذا انقال فقد حتى صفة الوظيفية لوزارة التخطيط. أستاذ العزيز هذا قانون، هاي مو إحنا اللي أقرأنا، هذا قانون هو يتمتع بصفة وظيفية كوزير من ينعفي من وزارة التجارة، هذا يعني فقدت صفة حسن السيرة. أنت تشوفين جيد أو أنه أنت تشوفين الملفات اللي عندك كافية لإقناع النواب بالتصويت على إقالة سيد سلمان الجميلي؟ واليوم القضاء دعم قضيتي.